الله اكبر.
اتفضل. ده في صوت لحد ما نروح البيت. شو ده؟ بس التليفون عدل يا ابني. خلي بالك كانت انا بلعب الهيله برضه. لو جبتهم كلهم في اخر مرحله تلعب اربع مرات.
ما اخر مره بتلعب مره زياده لحد ما تضيعهم كلهم. والله والله لسه سالوا انت ايه هو انت بس اللي هتلعب ولا ايه؟ هو لازم لو دخلتهم كل ملعب تاني ادي ثلاث مرات ثلاث مرات. لا هو انت انت بتدخل كل ملعب تاني نيجي تلعب ثلاث مرات لو دخلتهم كل ملعب تاني. اسمه جولد لسه موجود عامل لعبه غلط. Thank you.
لا لسه ما اتثبتش لسه اكس واحد لسه ما اتثبتش لعب تاني لعب تاني والله لعب تاني يا ابني يا ابني يا بتزعك ما تخلص انت لعبت وحد كلمك انت لعبت استنى نلعب تاني نلعب تاني اهو اخلص عشان ما تفتحش بوقت معايا بقى بعد كده اهو ثلاث مرات الثالثه اهي العب تاني لا خلاص يا نوب انت يا حبيبي
كان احنا نار واحدة بس واحدة بقول لك ايه طب اتوقف فيها يا ابني انت اي حد يا ابني قول لي اي حد نعمل منك اي حد حتى لو نص درجة نص درجة اجيبها ازاي المهم انا عندي بتاع تاني بقى بس يعني
بعض ماشي دورك يا محور. ايه ده شويه جدولكم في حاجات كتيره يعني. لا ايوه كده هي يا حلو ولا حرام هي اول مره كده اول مره عندنا حد يلا يا ياسر عادي 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 لا صعب العرض صورش بالطول لا عشان نظام اللي فيها لا بقول لك ايه ركز بقى ركز بقى انت بقى. انت مش بتلعب مش بتلعب بوقك انت صعب العرض صورش بالطول يا ابني صعب العرض عم تفيع دول Yeah.
مر عليا ليه؟ انا بعيد عنك خالص. Thank you.
كده ما تروحش ما تروحش على مد. حلو Thank you.
Gracias.